معنا بهذه الفقرة التاتو أرتست فرح رمال وتقنية جديدة لإزالة التاتو. بعرف أنه هذه مشكلة كتار من السيدات بيعانوا منها، ويمكن جربوا تقنيات كتيرة بس ما وصلوا لنتيجة ومش قادرين يحصلوا على هذا اللوك الطبيعي وخاصة بمنطقة الحواجب. كل التفاصيل عن هالتقنية الحديثة معك فرح. صباح الخير. بونجور ساشا، شو أخبارك فرح؟ ماشي الحال؟ قديش عم بتشوفي هالمشكلة يعني عن جد عم بيعانوا منها كتار من السيدات عندك؟ ثلاث ارباع البنات اللي بتجي لعندي بتكون عامله بلوك. هو التاتو القديم، يكون اللون جاي على الجراي او على جرين او على بلو. بتحسي اللون كتير صار قديم باهت، بلس انه في عرض بالحواجب. سو نحن اخترعوا برودكت جديد اسمه ريجوفي لحتى نقدر نسحب اللون بطريقه انه بلا وجع، بلا ما يترك سكارز على الجلد. وكمان تقدري تسحب اللون من الاعماق بجلسات، يعني جلسه ورا جلسه مثل التاتو العادي. اكيد ما في وجع. ما في وجع. طب بنسمع كثير فرح كنا عن مواد ممكن تكون فيها اسيد بتحرق الجلد، بتترك اثار على الجلد، قديش هيدي التقنيه عم تكون عن جد سالمه يعني للسيده وما بتعطي الهم انه تتشوه يمكن هيدي المنطقه؟ مادة الريجوفي البرودكت في بقلبه الكالاين، ما في بقلبه اسيد. معناتها ما بتأذي، مش مثل كل العالم اللي بتفكر انها بتحرق او بتضايق. لا، بس مهم الواحد يكون عارف كيف بده يشتغلها. سو نحن بنروح عند الناس يلي هن اول شيء اخذين سيرتيفيكيت، معلمينا بطريقه كثير محترفه لحتى تقدر تسحب اللون. هي ما بتحرق وما عندها سايد افكت، بس كمان اذا ما عرفت تستعمليها حتترك حمار حوالي الحاجب وشويه انفكشن ان كيس كنا نحن عم نفوت اكثر ديب لجوا. فهي طريقه كثير بدها تكون ناعمه، مثل كانك عم تشتغلي على ورقه، بتسحب اللون، بتفوت البرودكت لجوا، بتسحب اللون لبرا، بعكس الليزر يلي هو بده يفوت اللون لجوا حتى يمحيها مش انه يسحبها. سو نحن بنعمل اول جلسه ببين معنا اذا بدها جلسه ثانيه او ثالثه حسب عمق اللون، حسب غمقه، حسب قد صار له. ومن بعدها بنرجع بنترك البرودكت ثلاث ايام بلا مي، في له كريم معين بدنا نحطه وبيقشر كانه عم يقشر التاتو. كمان نرجع ننطر بعد شهر لحتى نعمل ثاني سيشن. يعني هي بدها طولة بال، هي كثير يعني بدها طولة بال حتى نتيجه دغري من اول جلسه. ما فيك يعني ما في دغري تاخذ ريزلت او ما فيك تعملي دغري تاتو يلي هو مايكرو بليدنج يلي هلا نحن كثير معترف فيه. بدك تطولي بالك لانه ايه بدها كثير طولة بال، بس على القليله ما في بقلبها سايد افكت ابدا. صح، انت مع الليزر ولا لا؟ بنروح شوي يمكن للقصص. شوف الليزر الحاله اللي كثير صعبه لما يكون اللون كثير جاي على جرين بطريقه كثير قويه، هو الليزر اكثر معترف فيه للجسم. انا ابدا ما بنصحه على البشره ابدا، طول ما نحن عندنا برودكت بديل واكثر سيف. صح، مش مضطرين. عم نشوف على كل حال نحن صور قبل وبعد وخاصه بماده الريجوفي مثل ما قلتي. كيف هيدي اول سيشن كانت كانت الدموزيل عندها اذا بتشوفي تحت حاجبها لون تقريبا بلو. من اول سيشن عملنا الريجوفي راح اللون، اكيد نطرت 15 يوم لحتى يقشر الجلد التاتو، يعني هو بيعترف مثل التاتو لحتى، وحطت اكيد كريم خصوصي من الريجوفي لحتى ترجع تعمل مثل هيدي كمان نفس الشيء. هيدي من جلسة واحدة، من جلسة واحدة. هلا انتوا اللي شايفينها في محلات اكثر من محلات، لانه هون كانت محل ما كانت عامله تاتو كان في شيء قديم، اذا بتشوفي اول الحاجب كان غامق وبعدين فاتح، معناتها انه كان اللون كثير مفوتين هي ديب اكثر. هلا بدي خبرك شيء، اوقات في بيجي لعندي كلاينت بيكون هن صار لهم خمس سنين عاملين تاتو، بيروحوا بجلسه واحدة او بجلستين وفي منهم بيطولوا معي. هون بنشوف نحن قد ايه عمق اللون، قد ايه هو فايتين بالطبقه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. سو نحن ما فينا نعتمد اذا اللون كثير غامق بتقلي طب انه انا مش لازم يروح لانه كثير خفيف. اوقات بيكون اللون كثير خفيف وصار لفتره عملته مش من زمان، بس بنطول بكثير عدد الجلسات. بلس انه في برودكت من الانك تبع التاتو قلب رصاص، هذا كثير صعب على يعني هون حسب المواد اللي استخدمت قبل للتاتو كلها
بترجع بتأثر. بلس إذا كانت أويل سكين دائما بترفض، يعني مثل ما بترفض اللون، نحن عم نشتغل مايكرو بليدينج نفس الشيء أوقات الرجولي بينرفض. هذا كله بيرجع لطبيعة الجسم، طبيعة السكين كيف هو. أوكي. والعوامل الطبيعية أكيد. طب بالنسبة للأثار الممكن، يعني السيدة إذا عملت تاتو قبل وجربت تمحيه بس ما إذا بدك ما انعملت تقنية صحيحة، تركت أثار يمكن على الحاجب، اللون، هذا الجرح مثل ما بنشوفه عادة، هالخطوط المتعددة، هل إلى حل بالرجلي؟ أكيد. هلأ شوفي بدي أقول لك أنه دائما نحن لما نلجأ بهيك عملياتي هي عملية مثل التاتو، بس هي شيء كمان في شوية خطورة فيه، لأن هذا برودكت عم بيفوت على الجلد ليسحب اللون. أوكي. بتفاعلوا مع بعض. ما في، ما بتترك أثر إلا إذا كنا نحن عم نشتغل قلت لك بطريقة كتير صعبة، يعني سوري ديب لجوا. فممكن تعمل سكار بلس، أنه نحن عندنا صار علاج من الرجلي هو رجوفي سكار. خصوصي مش بس حتى للنبدبات، حتى للجرح القديم لما بتعملي عملية بيكون في من بعدها. مش بس للحواجب، لا يعني مش بس للحواجب، لكل شيء ممكن يكون عندك، حتى للحبة اللي بتكون معلمة بالجسم أو بالوجه حتى كمان كله صار في له علاج. وكمان بدها عدة جلسات مثل تقنية ما في شيء بيطلع من أول جلسة. يعني بيجوا الكلاينت بيقولوا لي إنه طب ما نحن عملنا أول جلسة، طب وتاني جلسة؟ بقول لهم ما في شيء بالسهولة بيطلع. في هيدا جلد، في نوعيات جلد، مثل ما في تاتو بيلقط من أول سيشن من دون ما تعملي روتوش، في عندك كمان نفس الشيء رجوفي مش من أول جلسة، في جلسة اثنين ثلاثة وقت وصل للخمسة ستة، وبين كل جلسة وجلسة بدنا نطول تقريبا شهر وشهر ونص حسب الكا وحسب العمر. يعني لنوصل لنتيجة من بعدها بننطر شهرين أو شهرين ونص لنرجع نعمل مايكرو بليدينج. المايكرو كتير صعب بعد الرجوفي، بس في حالات فينا نشتغل عليها. هون فرح كمان فينا نقول إنه المايكرو بليدينج حتى للسيدة اللي ما عندها شعر بمنطقة الحاجب، يعني منشوف التاتو بيبقى بلوك إذا بديك ومش عاجبها خلاص، إنه حابة يصير اللوك ناتشرال، فيها تعمل هيدا التقنية لإزالة التاتو. نرجع ننتقل للمايكرو بليدينج حتى لو ما في شعر بتبين طبيعيه. خليني اقول لك المايكرو بليدينج هو عمل لحتى نعبي الفراغات بالشعر. اوكي. هلا في عنا شيء جديد كمان اسمه لامينيشن. لامينيشن هو انك تكون عندك حواجب تعمليهم مثل فلافي، يعني بتغطي الشعر من شعراتك، انت بتغطي شعر الحاجب، يعني بتغطي الحاجب كلياته وبتحطي لون مؤقت، يعني تقريبا بضل بين الجمعه لجمعتين بس. هن اللامينيشن بضاين شهر للحواجب، هي بترفع الشعر بطريقه كثير ناتورال بينه مثل المايكرو، بس ضروري يكون عندها شعر. اوكي. هيدي العمليه فينا نعملها مؤقته لنكون نحن خلصنا من مرحله الرجوفي لننتقل للمايكرو. المايكرو لانه بتنعمل شعره شعره في فراغات بيناتها، سو نحن لازم نكون كثير فاضي الحاجب بقلبها. اوكي. واذا ما في شعر بالمره هون بنرجع اكيد للتاتو التقنيه مثل ما اكيد. هلا حتى اللي ما عندها شعر اكيد نحن عم نشتغل على المايكرو بليدينج او مايكرو بيجمنتيشن حسب الكا، حسب الجلده، حسب شو كانت عامله قبل. بس ما فينا نشتغل على المايكرو طريقه المايكرو كان بالبليد ولا بالماشين الا لحتى يكون شايلين تاتو قديم. اذا ما عملنا هيدي الطريقه مستحيل نلقط، يعني اول شيء نلقط اللون، ناخذ اخر شيء انه ناخذ نتيجه تكون المايكرو طالع شعره شعره. اوكي. طب لتقنيه ازاله التاتو هل في يعني توصيات خلينا نقول للسيده انه لازم تتبعها بعد عمليه الازاله؟ ما تقرب مي على السكن، ما لازم تحط ميك اب يمكن لفتره معينه؟ اول ما بعمل انا الرجوفي بطلب منها للسيده انه ضلها 3 ايام بلا مي. من بعد ما يقلط هيدا 3 ايام بتبلش بكريم خصوصي للرجوفي. هو بيجي كريم سوبر سوزين كريم بينحط على الحواجب لمده 10 ايام. هلا اذا بدها تتحمم فيها تلزقهم بالتلزيق الخاص خصوصي للجرح، هيك هيك تحمي حالها ما يدقر مي، لانه عدو الرجوفي هو المي. سو نحن بنحمي هذا الموضوع، بس اكيد نحن ما بنفضل ابدا انها هي تستعمل مي اول فتره لمده جمعه. انا كنصيحتي انا لحتى يقشر بطريقه هيك مظبوطه يعني ومظبوطه ويعطي نتيجه مظبوطه. ما تجرب السيده هي كمان انه تشيل اذا بدك اللون. انا كثير صار عندي حالات انه بيكونوا هن
اشتري يعني بيلاقوا شقفه صغيره يلا بتقلك ما تحملت ما تحملت بس ما هي عم تقشر الجلد عم تعمل جرح حينزل دم حنرجع نحن ننطر بدل الشهر شهرين اللي حطيتيه بالجرح ما هيدا جرح نحن عم نشتغل فيه كمان يعني بدها تتبع مش انه بدها تشتغل رجوفي وخلص قعدنا لا بدها تتحمل حتى الفتره يلي نحن ناطرين فيها لحتى يقشر الفتره كثير صعبه وبحس هيدي الفتره احلى فتره يعني هيك ما عم نروح محل وهيك قاعدين هلا هي هلا احلى هلا فترة. احلى فتره انه نشيل التاتو بعرف المنظر بيبقى بشع على ايه. ازاله التاتو بيبقى اللون طالع اكيد اللون وفي طبقه جديده ايه. ولا طبقه غامقه وبتفتح وهلا استفيده يعني ما حدا هلا ما في سهرات ما في دهرات ما في دهرات مضروبين بهالبيت طب نحكي شوي هون عن الكلفه كمان فرح هل هي انه مقبوله بالنسبه لك هي حاليا اكيد مقبوله مع انه هو البرودكت تبع ريجوفي هو معترف انه كثير غالي بس انت بتقدري تظبطي السيشنز تعمل ايه؟ باكج للزبونه بتريحيها حتى ما تكون عم تحس حالها عم تدفع كثير بس هي لمره وحده يعني بتنعمل اكيد مره وحده لو بدها تطول بس انت عم ما عم تاخذي ضرر مثل الليزر يعني الليزر عندك في ناس هلا شوفي اوقات بتسائل في ناس بتعمل ليزر ما بيصير شيء هيدي بتجي بير تشانس مثل ما بيقولوا بس نحن دائما بننصح بالطريقه يلي ما فيها وجع سيف ما نوجع راسنا سيف لانه نحن بنحط بانج قبل وخلال الديورينج سيشن يعني ما بتحس بشيء ابدا يعني فرح رمال اكيد ان شاء الله يكونوا السيدات استفادوا لانه بعرف هذا الموضوع بهم كثار يعني بتعرفي قطعت فتره الكل عمل تاتو لحواجي هلا بهمهم اكثر من التاتو لانه انا اجمالا لما هلا عم انت عم تشوف الحالات اكثر انا يعني تقريبا ثلاث ارباعهم ما بعمل لهم تاتو قبل ما اعمل لهم ريجوفي لانه انا عم بتحمل مسؤوليه لون قديم اذا طلع اللون باهت لما بشتغل بالتاتو ما بدي احمل حالي مسؤوليه وهي اوريدي عندها تاتو قديم تفاعل الالوان يمكن الانك لهم قبل غير هلا بتعرفي كل شيء هلا جديد عم يتطور سو انا بطلب من السيدات اعملوا ريجوفي طولوا بالكم مثل ما طولتوا بالكم على التاتو البشع سوري يعني بهالتعبير طولوا بالكم على التاتو سحبوا بطريقه حلوه فيكم تعلموا بالشادو مش بالقلم صح لهيدي الفتره بتحملوا شوي بنعمل لامينيشن بنغطي شوي لا نوصل للنتيجة اللي بدنا إياها. شكرا لك فرح رمال أهلا وسهلا فيك وكتير مهم نعرف لعند مين نتوجه كمان من اختصاصيين أو خبراء تجميل أهلا وسهلا فيك فرح.